مشاهدي ام تي في مساء الخير، نتابع دائما هذا النقل المباشر للعدوان المتواصل على لبنان، ان كان في بعلبك، في الهرمل، في البقاع، في الجنوب، في بيروت، في الضاحيه الجنوبيه ومناطق اخرى. نستضيف محللين وايضا صحفيين ودائما شبكه مراسلي الام تي في. وفي هذا القسم من الحوار نستضيف الاهل البيت، اذا بدنا نقول ابرز من هم يعني معنيون بهذه الحرب. معنا رئيس بلدية الرميش ميلاد علم، أهلا وسهلا فيك رئيس. أهلا وسهلا فيك وبجميع المشاهدين مشاهدي الام تي في. يعني بدنا نعمل تحية، أولا بدنا نوجه تحية لكل أهل الجنوب. نعرف في قسم كتير كبير بعضه صامد، بعضه رافض يترك منازله، قسم كبير أيضا لجأ. اليوم رميش كان فيها حركة لافتة أيضا من النزوح، بالساعات الأخيرة كمان هيك صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بتفرجي أنه اليوم النساء والأطفال تركوا المناطق الحدودية في الجنوب، بقى بس يعني أبناء المنطقة من الرجال. إذا بدنا نقول بدي بلش معك أولا هيك سؤال عن رميش، عن هالضيعة، تخبرنا عنها. بعرف أنه كتير متمسكين بضياعكم والحرقة كتير كبيرة من أول نهار بلش العدوان على لبنان من عام تقريبا. صحيح. أنا اليوم بدي أوجه تحية من الأم تي في ومن القلب فعلا لرميش ودبل وعين إبل، مش بس لرميش. وبدي أوجه تحية لكل أهالي رميش اللي بعدهم صامدين، رجال ونساء وأطفال. وأهالي عين إبل بدي أقول لهم اليوم نحن خسرنا وجودكم من امبارح لليوم، لكن بعدكم بالقلب وبالبال. وبدي اقول لهم انه كل بيوت رماش هن بيوتهم هن واهالي دبل. اللي صار امبارح اكيد كثير صعب. اليوم العالم تترك بيوتها وتلجا لملجا ثاني. انا هذه كلمه النزوح ما بحبها لانه نحن ببلد واحد وكلنا اهل. اليوم اللي صار بعين قبل امبارح واضطروا يتركوا بيوتهم، في قسم منهم نزلوا على رماش والقسم الثاني توجه نحو بيروت. رح خبرك شوي عن رميش. رميش صراحة قصتها قصة. رميش أول شيء هي من الضيع اللي مرق فيها السيد المسيح، يعني من رميش تتوجه على قانا، هيدا اسمه درب المسيح. فنحن منشان هيك متعلقين بهيدي الأرض وأكيد يعني ما رح نتركها بسهولة. نحن من 29 الأول 2023 أخذنا قرار بعدم ترك البلدة، لأنه نحن أول شيء دقنا طعم الاحتلال من 75 لل 2000، ما قدرنا ننزل على بيروت. فمنشان هيك أول شيء عدد سكان رميش وأهل رميش تكاثروا بهيدي الفترة. كبرت رميش وتوسعت، عدد سكانها زاد، صار في عندهم اكتفاء ذاتي، صاروا يشتغلوا بالأرض تيعلموا أولادهم، يبعثوا أولادهم على المدينة ويرجعوا. يعني كان بكل ويك أند رماش يزيد عدد سكانها من 1000 ل 1500 نسمة. فمنشان هيك هيدا التعلق بالأرض من 75 لليوم خلينا بهيدي الأزمة نعرف شو ورطونا أجدادنا. لانه بدي خبره خبريه صغيره بال 67 وقت كمان مشكله الفلسطينيه، لانه هاي المشكله نحن شكلها رح تضل متواليه معنا على كل الاجيال. كان عدد سكان رميش تقريبا شي 500 نسمه، واجا على الضيعه تقريبا شي 3000 فلسطيني بهداك الوقت. نعم. وما قبلوا يتركوا الضيعه وجبروهم ووقفوا بالطريق وعملوا مظاهرات وبقيوا بالضيعة. فنحن هيدي متوارثينا عن الأجداد. يعني تا اليوم نحن نكون مصرين نبقى بالضيعة بالرغم من كل القصص. ليه في هذا الإصرار رئيس؟ وكم شخص بعد اليوم بالضيعة؟ اليوم تقريبا في 1000 عائلة موجودين هلأ بهاللحظة. مش خايفين؟ مش عاتلين هم لا، قلت لك الأرض اليوم الأرض أغلى من كل شيء. اليوم اللي ما عنده أرض وما عنده وطن ما عنده هوية. فمنشان هيك نحن متمسكين بهالأرض. اليوم نحن إذا بدنا نروح على محل تاني، شو الملجأ التاني؟ اليوم ما حدا قدر يأمن لنا شيء. نحن جربنا سنة الحرب
دولتنا ما قدمت لنا شيء. يعني اليوم الحكومة اللبنانية من 29 وهلأ رح نصير سنة ولا مرة سألوا هول العالم الموجودين شو بدهم، ولا مرة عملوا خطة إجلاء. اليوم نحن ما في ملجأ برميج، ما حدا سأل، ولا هيئة طوارئ ولا لجنة كوارث، ولا رئيس لجنة الكوارث هو الوزير ناصر ياسين مندق له نحن على التليفون بس نسأله إن كيس صار معنا شي مشكلة شو بدنا نعمل، ما بيرد على تليفونه ونبعث له فويسات بيعرف. يعني نتمنى توصل هالصرخة حتى بيعرف مين عم يدق له. من لما بلشت الحرب لليوم يعني عم نشوف في نشاط كل يوم عم بيكون للجنة إدارة الكوارث. مزبوط، بس اليوم النشاط بس لافتة أكيد اليوم. بس اليوم النشاط اللي على الورق ما بيفيد، اليوم بدك نشاط على الأرض. شو عمل له بجنوب؟ بس خبرني شو عمل له اليوم، وين المستشفى الميداني، وين الأدوية اللي بعتوها كان في مليون شخص بجنوب قاعدين تحت القصف، شو عملوا لهم؟ بس بدي خبرني بالسنة كلها شو عملوا لهم. مستشفيات ما عملوا، مستشفيات ميدانية، أدوية ما بعتوا، الفرشات أقله الفرشات اللي كانوا هلأ عم يرقدوا يشترون بعشر أضعاف ما فكروا يشتروا 50,000 فرجة. اليوم خسروا، لو كانوا مشترين هول الفرشات 50,000 فرشة وما صار حرب، وياريت ما صار حرب وخسروهن، أحلى ما يخسروا اليوم 10 أضعاف حق الفرشات اللي كل التجار عم بيستغلوهن وبيشتروا بأسعار غالية. اليوم الحكومة اللبنانية أبداً ما فكرت بهول الناس الموجودين بجنوب. نحن لهاللحظة بالرغم من كل المشاكل والمصاعب والتطورات الأمنية اللي صارت من بعد 22 أيلول، ما حدا سأل طب هول الناس اللي بعدهم صامدين. طيب هل 1000 شخص اليوم الموجودين بعدهم بالرماش؟ 1000 عائلة، مش 1000 عائلة، يعني بعد أكثر عم نحكي. هل 5000 شخص وغيرهم بكتير مناطق اليوم بالجنوب بعدهم موجودين؟ ما بدي سمي مناطق لما أنسى منطقة دون الثانية. شو أبرز حاجاتهم حاليا؟ اليوم يعني نعرف ما في إرسال مثلا، نحاول نتصل مع أشخاص برماش، كان بدنا يطلع معنا بعض الأهالي بمداخلات عبر التليفون من رماش وضيع المجاورة، ما في اتصال اليوم، ما في شبكة اتصالات قائمة بالمنطقة. صحيح، اليوم كل المواد الأساسية بلشت تنقص برماش. نحن كخلية أزمة برماش عملنا مخزون بكفينا لوقت معين، لأنه أول شيء معنا القدرات. قدام مخزون يعني بضل شهر. يعني اليوم ما عندنا قدرات نحن نقدر نجيب أكثر، لأنه اعتمدنا على كل المغتربين اللي برماش واللي ساكنين ببيروت وقفوا حدنا، جمعنا عملنا بادجت لهيدا المشروع، عملنا مستشفى ميداني كمان برماش حطينا فيه أدوية. بس اليوم وقتها ما بتلاقي حدا واقف حدك، فما فيك تعمل مخزون لشهرين وثلاثة وسنة، تعمل عقدك عقد ما تعمل على قدك. صحيح، فمن شان هيك اليوم نحن عم نطلق الصرخة، وطلقنا أكثر من صرخة بعدة وسائل إعلامية تنقدر هالجمعيات وهالNGOs وهالكل هالعالم يقدروا يوقفوا حدنا ويكون عنا على القليلة ستوك لشهرين وثلاثة. اليوم في كتير مشاكل برماش. أول شيء مشكلة الإنترنت، نشدنا كمان وزارة الاتصالات بالموضوع، وجيره مقطوع ببنت جبال، بنت جبال مدينة هي مشكلة باور، فنحن صلنا تقريبا أسبوع معزولين عن العالم. اليوم يعني كل حاجة لمحروقات اليوم صح، هي غزة وزارة الاتصالات مركز بنت جبال، بنت جبال صحيح. فكمان من ناشد وزير الاتصالات يتدخل بهذا الموضوع، لأنه الجيش اللبناني ما عم بيأثر بالمواكبة ولا مع حدا، يعني ما بعرف إذا هذه هي صحيح. وردت معلومات اليوم إنه في تنسيق مع الجيش لا يطلع اليوم، إنه إذا هذه الحجة إنه مش قادرين يطلعوا يصلحوا. الجيش اللبناني موجود دائما على الأرض، ونحن عم نجرب مع الجيش اللبناني مشكور، ولا مرة طلبنا منه شغلة وما وقف حدنا. طيب رئيس، 1000 عائلة بعد اليوم برماش، العدد الآخر قد اليوم طلعوا من الضيعة؟ هلا قرماش عدد سكانها تقريبا 11,000، اللي موجودين صيفا شتاء بالشتاء، بالشتاء 6,000 نسمه تقريبا، هلا طلع منا 1000 بس مش اكثر. الخمسه موجودين، نحن طلع من عنا 1000 ورجعنا استقبلنا عيال من دبل ومن عين قبل، رجعوا خرجوا كمان. لا بعد في قسم اللي عم بتصير اليوم، شفنا كيف في حركه لافته، بعد في قسم منهم موجودين. اذا فيك تفسرنا اكثر شو اللي شفنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تجمعات، موجه نزوح جديده كانت اليوم. اليوم كان في قسم من بعد اللي صار
بدبل أكيد كل الوسائل الإعلام تنقلته. قرروا أهالي دبل إنه يتركوا الضيعة وينزلوا على بيروت على ما أماكن آمنة أكثر. كان نقطة الالتقاء هي ببرماش بآخر رماش، وفي كم عائلة من رماش قرروا كمان ينزلوا على بيروت، وكم عائلة من عين قبل، يعني كلهم تقريبا شي 50-60 سيارة كانوا. كمان إذا كنت فينا صورة عن الأضرار اليوم، خسائر المادية بالضيعة بالضيعة المجاورة اليوم. الخسائر المادية كتير كبيرة اليوم من تشرين لتشرين. أول شيء كل القطاع الزراعي ضرر، لأنه اليوم صار رماش خسرانة موسمين زيتون وموسم نخيل تقريبا، هو اللي خسرتهم للمزارعين شيء 5 مليون دولار. كل الأشغال موقفة، يعني كل الناس اللي بيشتغلوا المياومين اللي عندهم وظائف اللي عندهم شركات صغيرة اللي عندهم مؤسسات صغيرة، هو 12 شهر ما عم يشتغلوا. فكمان هيدي عطلت الحركة الاقتصادية بالضيعة، واليوم صارت القدرة الشرائية كتير قليلة. فمنشان هيك اليوم نحن عم نركز على كل الجمعيات وعم نطلق صرخات تنقدر نوصل كميات كبيرة، لأنه 5000 شخص اليوم منهم هينين تقدر تغطي كميات كبيرة من المواد الغذائية. بدهم ماي، بدهم مزود، بدهم طحين. فهيدي الأمور لوجستيا وماديا صارت كتير علينا صعبة نحن كأهالي وكبلدية. اليوم هيدا العبء ما فيك انت تشيله. بلديات كمان ممدد لكم كمان، يعني ما في انتخابات. وهيدا المشكلة انه وهي المشكلة كل مرة عم بيورطونا بتمديد، يعني نحن بالغنى عنه. يعني اليوم وقت بدو يمددوا للبلديات وما يدفعوا للبلديات وما يوقفوا حدها وما يكون بتصير بالواجهة، بس بنصير نحن للمشاكل. اليوم البلدية بدها توقف مع وزارة التربية ومع وزارة البيئة ومع وزارة الزراعة ومع وزارة الداخلية. طب إذا بدها تقوم هي بكل هالمهام وما عندها مصاري، وإذا قصروا بدهم يسبوهم للبلديات، وأكيد كل العالم اليوم عندها الواجهة هاي البلدية. إذا قصرت بشي محل بدي يقولوا والله البلدية مقصرة شو ما كان السبب. نعم، بدي بس هيك توقف مع بعض المواقف أو آخر تطورات لحد الساعة. بدأ اجتماع وزاري طارق لدول الخليج لبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط. أيضا الخارجية الأمريكية في موقف جديد صدر عنها، أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية، وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين. كذلك الأمر دائما فيما يتعلق بهذا الموضوع. وسائل إعلام إسرائيلية، نحو 220 صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم، في حين هناك انقطاع للكهرباء عن مستوطنات في الجليل الأعلى بعد قصف وصواريخ من حزب الله على هذا المنطقة. إذن هذا يعني أبرز المواقف حتى الساعة، مع الإشارة أيضا إلى أن الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها ستنظم المزيد من الرحلات من بيروت لنقل الرعايا الأمريكيين. نشير أيضا إلى أن المملكة البريطانية اليوم أيضا سيرت رحلات لمواطنيها من لبنان. كذلك الأمر كشفت الصين عن إجلاء 200 من مواطنيها من لبنان اليوم أيضا. بدي أرجع لك رئيس، كنت عم تحكي عن مخزون حاولته بهيك مبادرة فردية أو بمسعى لحالكم إنكم تقوموا فيه. حكيت لنا عن الأكل ربما، بس بدي أسألك عن الدواء كمان، لأنه اليوم الدواء كتير مهم، خاصة مع خطر الإصابة، مع خطر اليوم أي موضوع يعني يروح إلى مرحلة أصعب أو أكثر تكون حرجة أكثر. صحيح، نحن من تشرين الماضي، يعني من أول 20 يوم بالحرب، حاولنا نعمل مستشفى ميداني ونأمن كمية أدوية للأمراض المزمنة وكمية أدوية للجروح والحروق، يعني بتصير من جراء الحرب. واشتغلنا مع كل شركات الأدوية بلبنان تقريبا، مشكورين، تبرعوا لنا بكذا مرة أدوية للأمراض المزمنة. والمهم والأهم أنه نحن في عنا حارس دائما حدنا بموضوع الأدمية، هو فرسان مالطا. فرسان مالطا قعدوا معنا، يعني فتحوا السنتر تبعهم
بالمستشفى الميداني. كل يوم منعين تقريبا بين 80 ل 120 مريض، وبينعطاهم دواء مجانا. هيدي الحلقه صلى 365. يعني كل شيء عم اسمعه منك ريس هو مغتربين انتو اهالي المنطقه. صحيح. جمعيات ما في شيء اسمه دوله ابدا بمنطقه لها سنه عم تعرض للحرب، رغم الحرب الاكبر العدوان الاكبر بلش تقريبا من اسبوعين ولكن اللي عم بيصير بالمنطقه له تقريبا سنه. هلا اكيد هي القصه مش من سنه، يعني الدوله قصدك الدوله الناسيه الجنوب مش من سنه، عن الجنوب مش من سنه، من 48. يعني نحن من 48 عم ندفع الفوتير لهلا. بدي افصل هذه النقطه، العلاقه بين الدوله والجنوب، ولكن اسمح لي نحضر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكاهن بمنطقه الرماش كان عم يناشد الاهالي تضلوا بالبلده. بشو بدكم احلف لكم؟ تصدقوا اللي بدي اقول لكم اياه، من وقت خليت من هون لرجعت أربع اتصالات قالوا لي ما تخلي حدا يفل اتحرك. إيه العيني بيل بيقعدوا برناشوا بدبل لنحنا نقول لكم تعالوا تحفوش. هلأ عيني بيل عليها خطر، بس رماشوا دبل أبدا. بدمتي بشرفي يا جماعة بحكيكم بكل صدق، أنا إجاني رسالة من ناس كبار من مرجعيتنا، يعني الشفيق البابوي وأكبر، إنه ما حدا يفل، نحن مأمنين هون، ما علينا شيء. يعطيكم العافية. تعليقك ريس، أو إذا فيك توضح لنا أكثر اليوم شو صار، في خطر ما في خطر على رماش؟ يعني هذه الصرخة تحية للأبونا كمان اللي يمكن كان عم بيناشد بعفوية أهل المنطقة يضلوا بالبلدة، عم بيحاول يطمنهم ربما يروق كمان من الخوف اللي كانوا عايشين فيه. صحيح، أنا بدي وجه له تحية لأول شيء أبونا نجيب، هو كاهن رعاية رماش خادم الرعية. أبونا نجيب يعني من طفولته لهلأ تخطى 70 ولا نهار ترك رماش. أبونا نجيب كان عم يحكي من غيرته أكيد على أهل الضيعة، وما كان حابب ولا حدا من الضيعة. فاليوم طلع 20 سيارة، يعني 20 عائلة بس من الألف وشي عائلة، فحتى هول 20 عائلة ما كان حابب يطلع. فمن حتى يمكن هن كمان ما كانوا حابين يطلعوا، ولكن ما كانوا حابين. بس اليوم في ناس عندهم ظروف صحية، في ناس عندهم أولاد، يعني بيتخوفوا. فمنشان هيك من غيرته على رماش وحبه لرماش، فأطلق هيدي الصرخة وقال لهم خليكم. وهو اكيد عنده مرجعياته، هو رجل دين وعنده مرجعياته الدينيه اكيد، يعني عنده البطرك، غبطه البطرك، عنده سفير البابوي، عنده المطرانيه، فبيرجع لهم. كمان هن بيكونوا عطوته تطمينات واطلع الصرخه. يعني في اشخاص اخذوها لمحل ثاني، هيدي هي بس على قد حجمها. اليوم ان كان كل أهالي رماش وعين إبل ودبل وخاصة المسيحية وأبونا نجيب على رأسهم، نحن وطنيين أكثر من كل العالم. اليوم نحن وقت عم نكون واقفين على حدود صامدين باللحم الحي عم ندافع تما نخسر ولا شبر أرض، اليوم هيدي هي الوطنية، هيدا حب الوطن. هيك لازم يكون كل العالم عم يتصرف تيبقى لبنان ونحمي هالشعب الموجود. اليوم نحن نتمنى كل الضيعة اللي حوالينا، مش بس رماش وعين إبل ودبل، عايتا وبنت جبال وعيطرون، كل إخواننا اليوم طالما هن مش موجودين، طالما نحن زعلانين. اليوم أنت ما فيك تقعد لوحدك، يعني اليوم أنت بجنوب كله فاضي، يعني واقف إنه على هالثلاث أربع ضيعة، يعني بعد فيهم شوية ناس. بس اليوم إذا جارك مش بخير أنت مش بخير. صح. فمنشان هيك منناشد رئيس الحكومة يتدخل بسرعة وما يضلوا يحكي بالقرار 1701 بس يخبرنا حبر على ورق. وإذا طبق القرار، هو بده يطبق القرار 1701، وهو بده يأخذ القرار ينشر الجيش. اليوم الجيش هو نعم. صمام الأمان أكيد. بدي روح معك على الحلول، ولكن اسمح لي بس أقول كمان حاولنا نتواصل مع الأب نجيب ليكون معنا، يعني أقله يطلع معنا باتصال، ولكن سوء الاتصالات ربما منعنا من هذا الموضوع. بنرجع نوجه له تحية على هالسرقة اللي كانت من القلب لجميع أبناء الجنوب ليضلوا بمناطقهم. ونتفهم كمان كل شخص اليوم يعني عم يضطر لا ينزح، كما ذكرت في أشخاص عندهم ربما أوضاع صحية، وفي أشخاص فعلا تعبت من الحرب، أرهقت بعد عام من الحروب. وبدأ أيضا كمان أذكر أن رماش استضافت الإعلاميين كمان بتغطيتهم للحرب، كانت وجهة لطواقم
أكثر من وسيلة إعلامية لبنانية وحتى صحيح. عالمية، لأنه وجدوا فيها ربما هذه المساحة الآمنة اللي يغطوا كل شيء عم يصير بالجنوب. بالعودة للعلاقة مع الدولة، عم تقلي من 48 الدولة ناسي الجنوب، صح. كيف تلمسوا هذا الموضوع من خلال غياب بأي قطاعات؟ بس بدي كمان مرة شغلة، نحن بحرب 2006 حتى تموز 2006 استقبلنا تقريبا برماش حوالي 20,000 شيعي من الضيع اللي حوالينا، مش بس الإعلامية، يعني نحن حتى منفتحين على كل العالم وفتحنا بيوتنا وكان والكنيسة والدير والدير الرهبات وبيوتنا وتشاركنا نحن وياهم لقمة الخبز. فمن شان هيك رماش هي ملاذ آمن لكل اللبنانيين. اليوم بس خبرك عن موضوع أنه كيف الدولة غايبة، نحن لهالتاريخ ما عندنا مدير عام ولا وزير ولا نائب، مع أنه في كتير كفاءات مش بس برماش، أنا عم بحكيك على 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 كل قضاء بنت جبال. اليوم ما في نائب مسيحي، طلبنا عدة مرات، علما أنه اليوم عدد الناخبين اللي بقضاء بنت جبال هن أكيد أكتر بكتير، لأنه وقت عدلوا قانون الانتخاب قبل التسعين وزادوا الخمس نواب كان في 2000 ناخب بطرابلس وقتها، وبي كمان بزحلة كان في روبير غانم الله يرحمه وجان عبيد، بينما بالجنوب بقضاء بنت جبال كان تقريبا في 15,000 ناخب، وكان عندهم حجة انه نحن كنا شريط حدودي وكنا بعدنا محتلين، بس رجعوا عدلوا مرة تانية انه الانتخاب وما لاحظوا انه يكون في نائب مسيحي بقضاء بنت جبال. يعني غياب التمثيل اليوم في البرلمان، اليوم هيدا الغياب التمثيل هو اهم شيء. اليوم انت لمين بدك ترجع؟ اليوم نحن عندنا 3 نواب بقضاء بنت جبال لهلأ، بعد لهلأ أنا شخصياً أنا رئيس بلدية ترماش وأكيد رئيس بلدية عين قبل ودبل، لهلأ ما سمعنا صوتهم، ما دقولنا ولا مرة سألونا شو حاجياتكم، إذا بدكم أنيت ماي بدكم حيالله شيء. طيب نحن كيف أنا نكفل الحياة البرلمانية معهم بالسياسة بالانتخابات؟ نحن اليوم بس نقلهم ما بدنا ننتخب، نحن صحيح أنه بال2022 قطعنا الانتخابات وما رح ننتخبنا لأنه كنا عارفين النتيجة سلف، بس اليوم إذا أنت ما وقفت معي طيلة هالفترة كيف أنا اليوم بدي روبير غانم بقى غربي وليس زحلة بقى غربي، كيف أنا بدي فكر روح انتخبك؟ اليوم أكيد أنا بدي شخص يمثلني، بدي شخص يكون دايما واقف حدي، بدي شخص بس يصير أنا أمرق بمحنة يكون موجود حدي. اليوم هول الأشخاص كلهم مش موجودين حدنا، لمين نحن منلتجي؟ اليوم كمان إذا بدك تروح تحكي مع نواب بيروت، نواب المتن، نواب كسروان، بقول لك أنا هيدا إنه هول الناس ما بيهموني كتير، إنه بالنهاية ما شفنا حدا من كل النواب إجا ساعدنا، لأنه نحنا ما منفيدون، يمكن ما عن حق ما منفيدون انتخابيا. فهيدي شغلة كتير مهمة تكون أنت عندك تمثيل بالمجلس النواب. اليوم إذا قانون الانتخاب ما بيسمح له يكون عنده نائب مسيحي، بس اليوم الكفاءات بتسمح لهم يكون يعطوا وزير من رماش أو من عين نبل أو من دبل. غير التمثيل اليوم على الأرض شو ناقص في الجنوب في هذه البلدات اللي على شريط الحدودي أكثر شيء؟ ناقص كل شيء، يعني كل الحاجيات الأساسية مش موجودة. اليوم ما في مستشفى بالجنوب. اليوم إذا حيالله شخص مرض مضطر يعني أو بده مستشفى، أقرب مستشفى فيك تفوت عليه هو مستشفى حمود بصيدا. هذا إذا بدك تفوت أول شيء تعمل إجراءات، بعدين بدك توصل على بيروت، بدك ساعتين من رماش على بيروت، بهيدا الساعتين إذا مريض إرجانس يعني عوض بسلامتك. عوض بسلامتك. هيدا أقل شيء. مدارس ما في متابعة. يعني كل المرافق الحيوية والأساسية اللي بيثبتوا العالم بأرضها مش موجودة. يعني وظائف الدولة حتى العسكرية بلشنا نحن نخدها من بعد الألفين، من بعد التحرير. يعني قبل الألفين كان مغضوب علينا، من بعد الألفين نحن ضباط ما عنا بالجيش، ضباط قبل الألفين ما كان عنا، هلأ بعد الألفين كان كل دورة يكون عنا 5 ضباط
وبدون واسطة. تعرف أنت بالحربية ما في واسطات، لأنه عندهم كفاءات كانوا عم يفوتوا. كنت عم بتوجه رسالة لرئيس الحكومة ما يتعلق بتطبيق القرار 1701، وشفنا اليوم يعني العنوان الأبرز هو التمسك اللبناني الرسمي بالقرار 1701، وحتى يقال أنه حزب الله يريد التمسك بهذا القرار. إذا بدي أرجع من عام، يعني نرجع سنة لوراء، كنتوا تتخيل أنه رح نرجع نوصل لهيك ظروف مثل ما نحن اليوم عم نعيش كأهل جنوب؟ دقتوا اللوعة إذا بدنا نقول، وعشتوا الحروب وشفتوا الاحتلال ولمستوه وعشتوه. أكيد، لأنه اليوم حيالله حدا عاقل بفكر أنه طالما أنه هي مش الدولة ولا الجيش اللبناني ولا مؤسسات الدولة ماسكة زمام الأمور على الأرض، أكيد كل يوم أنت معرض يكون عندك حرب. اليوم كل العالم كان حاطت عينه على لبنان إلا اللبنانية آخر همه لبنان. فأكيد اليوم الجيش اللبناني هو الوحيد اللي كان لازم يكون موجود على الأرض. الجيش اللبناني كان المفروض يكون عنده 15,000 جندي بالقرار 1701 من تشرين على طول 107 كيلومتر على الخط الأزرق، وهذا الشيء ما صار. اليوم حاطين حجة إنه الجيش اللبناني ما فيه يقوم بهذه المهام. لا، اليوم بالاتفاقيات وبالدبلوماسيات وبكل شيء فيك توصل لحل، والجيش اللبناني فيه يكون جيش أكيد قوي ومسلح. ونحن في دول كتير عندها جيش وما بتحارب. يعني اليوم نحن إذا ما حدا بيتعدى علينا ما بنتعدى حدا. بالدبلوماسية فيك تحل كل هيدي الأمور. اليوم حاطين هيدي الحجة بالواجهة إنه يبقى الجيش اللبناني ما فيه. لا، اليوم الجيش كلهم بدهم الجيش اللبناني طي يعملنا تغطية، نحن نروح ونيجي ونجيب مواد غذائية. كلهم بدهم الجيش اللبناني يكون موجود. الحكومة بدها الجيش، الأحزاب بدهم الجيش. طيب ليه ما منسلموا زمام الأمور؟ ليش ما بياخدوا القرار اليوم ووقفوا هالنزف هالنزيف اللي عم يصير؟ العالم تشردت، البنايات، البيوت، الممتلكات. الجيش قادر يحمينا كلنا. بالحديث عن التشرد، لأنه كمان ذكرنا أنه اليوم في عدد خرج من البلدة، وين عم تكون وجهتهم؟ إنه منشوف كمان بالصورة مراكز الإيواء فولت، الناس عم تروح تفترش طرقات لتنام فيها، وعم ينحكك إن اليوم بتحويل بعض المجمعات الكبيرة أو المراكز الرياضية إلى مراكز إيواء جديدة. وين عم يروحوا الناس اللي أنت عم تواصل معهم لما عم ينزحوا من الجنوب؟ نحن الأهالي كلهم توجهوا أكتريتهم على بيوت. البيوت لقلنا يعني موجودة ببيروت، بالمتن، بكسروان. بس كمان هون في مشكلة وفي عتب. اليوم من أسبوع الماضي بلش النزوح. من أسبوع الماضي بلشوا العالم يتركوا بيوتهم. لهلأ ما حدا سأل على الموجودين بالبيوت. طب هو رح أقول تقريبا في شيء 1500 عائلة من كل المنطقة اللي راحوا على البيوت. طب هو ما حدا عم يسأل عنهم. طب هو يعني إذا مش بمركز إيواء، هلأ كلمة إيواء كمان مش منيحة، مش حلوة. اللغة العربية ربما تكون قاسية مرات. ما حدا بيسأل عنهم. طب هن اليوم الوضع الاقتصادي كتير صعب. أنا اليوم إذا إجا لعندي عائلتين على بيتي ما قاعدون عندي، إذا أنا معاشي 300 دولار بقدر أصرف عليهم وبقدر أمن لهم حاجياتهم؟ كهربتك رح تزيد، مصروفك رح يزيد، كل شيء رح يزيد. كل شيء رح يزيد، وما حدا نسأل طب هولي وين راحوا وشو بتكون تعملوا؟ فينا نوصل لهم فود بوكسز، فينا نحكي معهم، فينا ما حدا. يعني هون هالغياب او هن ضايعين او هن عندهم مشكله. هلا كمان بدنا نقول شغله، اليوم في عنا 1,200,000 تقريبا نازح، صار بفتره زمنيه كتير قصيره، طبيعي يكون في نوع من التلخبط، يعني تخبط او الضياع بالصوره الرسميه، لانه العدد كمان كتير كبير. تنقول كمان نوصف الواقع مثل ما هو بكل موضوعيه، ولكن ربما الخطط برايك ما تنفذت مثل ما لازم بهالكميه هالقد، ربما مش بفتره زمنيه هالقد قصيره. هلا الا اذا ما بيعرفوا قد عدد سكان الجنوب والبقاع، اذا ما بيعرفوا كمان مشكله كبيره. صار كله مع بعضه ربما، يعني كان ضربات بنفس الوقت على اكثر منطقه. متوقع بتموز 2006 بنهار وليلة نعملوا كلهم هولة. رئيس اليوم ننتظر، يعني كان هذا الأسبوع كل الكلام عن تهديد إسرائيلي بعملية برية تسمى محدودة من هون ترجع لا أكبر من هيك، يحدد أهداف لها ثم تتغير، وشفنا اليوم اللي صار على الأرض. في تخوف اليوم من أبناء الجنوب من هذه العملية البرية، يرجع يشوفوا اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعود إلى القرى التي خرج منها.
أكيد نحن وخاصة نحن أكيد ما منفضل أبداً، ونحن واقفين هونيك تندافع عن الأرض. طيب يعني كيف يعني ندافع عن الأرض؟ يعني اليوم رح تواجهوا بالعسكر إذا صار شيء؟ أكيد ما رح نخلي حدا يفوت على ديانا. نحن واقفين، ونحن الواقفين حرس حدود. اليوم نحن حرس بدك سلاح اليوم بتواجه حدا عم يفوت مع أسلحة بدون سلاح. اليوم باللحم الحي نحن صلنا عمر هلأ بدنا نجيب سلاح. السلاح صار لغة قديمة. قلت لك قبل شوي كان فينا نعمل يعني وجودكم برأيك لحال يكفي لما يفوت حدا على الضيعة. من أول يوم نادينا لا الحرب، ما بدنا الحرب، ونحن دعاة سلام. اليوم بس تكون أنت من دعاة السلام، قد ما تكون الترسانة العسكرية اللي بوجهك ما فيها تعمل معك شيء. اليوم إذا أنت ما بدك تحاربه وما بدك تخليه يأخذ من عندك وما بدك تواجهه بسلاح، بضطر هو يتراجع. بس اليوم اللي بده يواجه بسلاح بده يشوف سلاح. اليوم أكيد نحن جربنا الاحتلال، والاحتلال كتير صعب. اليوم إذا بيجي حدا بيقعد ببيتك وأنت مش مرتاح بتضلك مقلق، فكيف إنه يخد لك أرضك؟ وهذا الشيء اللي أنت يعني اللي أنت واقف بس بيرمش تدافع عن هاي الأرض. يعني هاي الأرض اللي متورطة من الأجداد الأجداد، تيجي يقول لك والله أنت روح اليوم. تعرف مبارح يعني العيال اللي تركت بيوتها كنت عم تسلخها سلخ، عم تسلخها من أرضها، وكلهم الصور يعني حزن وغضب. كل العالم حزنين، يعني كان الموقف صعب، الموقف ببكي. فأكيد ما حدا بيرضى بالاحتلال. أيضا مشاهدينا في أبرز المواقف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: خسارة الجنود في جنوب لبنان تعكس التكاليف الباهظة التي نواجهها. ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن قالت يبدو أن حزب الله استعد جيدا لدخول الجنود الإسرائيليين إلى جنوب لبنان في ساعة واحدة من القتال، وتتحدث عن سقوط 8 قتلى و40 جريحا. أيضا السفارة الأردنية قالت طائرة سلاح الجو الملكي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي وهي محملة بحوالي 3000 كيلوغرام من المساعدات. تواصل الدول مساعدة لبنان إن كان بالمواقف وإن كان بالمساعدات التي يبدو حتى الساعة أنها لا تكفي، ولبنان يحتاج إلى مساعدات أكبر. بدي أرجع لك أستاذ ميلاد رئيس بلدية رميش. التنان هي 7 أكتوبر ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى. من سنة كنا عم نحضر تلفزيون ونقول الحدث مش عنا، عم نتفرج على الصورة. بس أهل الجنوب كانوا عم بيعيشوا الحرب كمان وكان إيدهم على قلبهم. اليوم منضوي الشاشات منحضر كل شيء خاصه بالجنوب، خاصه بلبنان، عم نشوف مناطقنا اليوم تتعرض للقصف، للدمار ولألم الخروج منها. إذا فينا كمان هيك توصف لي أكثر الوضع بين أهالي رميش، الصورة والمعنويات. نحن أكيد بتسعة تشرين الماضي كنا عم نقول أنه غيمة وبتمرق، يعني أكيد نحن أنه الحرب على طول موجودة. بس قلنا أنه مثل كل مرة شوي وبتخلص، مثل كل مرة جمعة جمعتين أسبوع شهر بيمشي الحال وبتخلص. تطورت وبقينا سنة. هلأ من 22 أيلول لهلأ صار الفوكس كله كل العالم على لبنان، وكل العالم نسي غزة، على أساس أنه نحن كنا جبهة إسناد لغزة، صرنا جبهة لبنان. وهيدي يعني هيدي الجبهة عم تكلفنا كتير. نحن عم تكلف المليون شخص، المليون ومئتين ألف شخص اللي نزحوا تركوا بيوتهم وتركوا أراضيهم، عم تكلفنا. اليوم كل الدول عم يحكوا معنا، بيجوا سفرة وبيروحوا وبيجوا بيجوا دبلوماسية، بس ما عم نلاقي حل. اليوم مين بيرجع بيعود على هول الناس اللي خسروا أرواحهم؟ يعني نحن أغلى شيء عنا هول الشهداء اللي سقطوا، الشهداء اللي عم يسقطوا، مين بده يعود عليهم؟ نحن اليوم الإيد بنقول الإيد اللي بتعمر، يعني بنرجع بنوقف كلنا حد بعضنا. ولبنان بس تعطيه شوية أمن وأمان بسرعة بيرجع بيزدهر، لأنه أكيد فيه بلد صغير، بلد اقتصاد صغير وفيه كمان وبسهولة، فيه كفاءات وفيه اقتصاد، والعالم كله بترجع بتنمي الاقتصاد بسرعة. بس اليوم طالما نحن بالرغم من كل شيء كان عم يصير معنا هيدي السنة، كنا عم نعادي كل الدول الصديقة
يعني اليوم كنا عم نعادي الإمارات، عم نعادي السعودية، اللي كانوا هن، يعني أنا بتذكر من أنا وصغير من الثمانينات كانت السعودية تبعت مساعدات على لبنان، يعني كنا نشوف على هلا اصلا هن اول بوكسز. مين يعني وهلا رجعوا بالرغم من كل يعني القطيعه اللي كانت بيننا وبينهم، وكنا دائما عم نناشد ما تكون هالقطيعه موجوده. اول ناس مدوا ايدهم وقالوا لنا انه نحن رح نوقف حدكم، الامارات كمان مشكورين، بس بنتمنى هول هالمساعدات اللي عم تيجي، نتمنى بعد يجينا اكيد مساعدات من الدول الصديقه، بس نتمنى هول هالمساعدات يوصلوا للناس الصح، يوصلوا اليوم مش يوصلوا ويروحوا يمين وشمال مثل ما صار قبل. اليوم هال 150 مليون دولار لازم يتوزعوا بمحلهم، لازم يوقفوا حد العالم فيهم. يعني كل شيء عم بيصير، كل شيء عم بيصير من كان بالجنوب او بلبنان، التاريخ عم يعيد نفسه. كل معنويات اليوم اهل الجنوب، ما حدا بقى مرتاح اليوم. كل العالم خايفة. ما يعني بكون بكذب عليك إذا بقول لك هول 5000 القاعدين منهم خايفين. لا أكيد خايفين، على خايفين على مصيرهم، على مصير أولادهم، على مستقبلهم. إذا صار ما صار شو بدهم يعملوا؟ بس إنه لا حول ولا هلأ ما فينا نعمل شيء تاني. ولكن اللي اختار إنه يضل، على أي أساس عم يختار إنه يضل اليوم؟ وين عم يجيب قوته إذا بدنا نقول؟ ما عنده أول شيء، ما عنده خيار تاني. نعم. وتاني شيء برجع بقول لك، لانه اليوم اذا ترك ارضه وترك بيته وين بده يروح؟ ما كان في حدا عم يوجهه تيروح على محل تاني، او على مأمن له يعني بغير محلات، في اوتيلات، في مدر، يعني كل هالقصص. للاسف ما كان في اليوم هذه المتابعه، كل هالقصص ناقصه عنا. وهيدي يمكن هفوة خلية الأزمة. نحن يمكن من أول شهر كنا مع أستاذ مارسيل، كان معالي الوزير ناصر ياسين كان حمل الملف 300 صفحة، بس كان حبر على ورق. يعني من شهر 11 2023 لهلا كانوا بس عم يبرموا فيه للملف وما عم يشتغلوا على الأرض. شكرا لك رئيس بلدية رماش ميلاد علم على هذه المداخلة. نبقى دائما في المتابعة مشاهدينا، وينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم شريف دومة. مساء الخير. مساء الخير رالف، مساء الخير لك لرئيس بلدية رماش وللمشاهدين. يعني صحيح أن الصورة هي كل اليوم حرب وتخوف من حرب أكبر، ولكن لابد أنه نلقي الضوء على واقع القطاع السياحي اللي هو بيقوم بالاقتصاد اللبناني وله دور كبير بإنعاش الاقتصاد حاليا. كيف هي الصورة بمطاعم لبنان أو كل القطاع السياحي؟ عم تفتح المطاعم، ما عم تفتح المطاعم، وشو القرارات اللي رح تتخذ بهذا الإطار؟ رالف، من الأول بحب أقول إنه القطاع السياحي اليوم ما عم بيقدر يقوم بحاله قبل ما يقوم مثل ما حضرتك تفضلت وقلت. اليوم الوضع مأساوي. نحن جايين من وضع سيء، وصلنا لوضع أسوأ هلا، خصوصا ببيروت. اليوم إذا تطلع ببيروت المدينة مطفية، كل المحلات مسكرة. كل يوم ننتظر شيء، منكون ناطرين شيء، بالنهار بيكون شوي رايق، بالليل بيرجع بيصير في ضرب. يعني نحن كيف بدي اقول لك، من اول ما بلشت حرب غزه بشهر 10 سنه الماضيه نحن عم نعاني وعم نعاني. نطرنا راس السنه كمان كانت كثير خفيفه، رجعنا نطرنا توصلنا للصيفيه كمان الصيفيه كانت كثير خفيفه، لحديت ما كمان صارت الضربة على بيروت والعالم كله فليت. ومثل ما شايف لهلأ وين صرنا من بعد ضربة بيروت لهلأ، كل ليلة عنا شيء، كل يوم في شيء. يعني نحن جايين مش مثل ما بقول لك، يعني من محل كتير صعب على محل أصعب. ونحن اليوم عنا عيال برقبتنا وعنا مؤسسات كلها واقفة، أرميتنا مطفيين، بيروت مطفية.
القرار عم يتخذ يوم بيومه، يعني كل يوم يتخذ قرار بفتح المؤسسات السياحية أو لا، أو خلص أقفلت؟ ولا حتى يوم بيومه، عم ناخذ قرار قبل الظهر، عم نرجع ناخذ قرار بعد الظهر، عم نرجع ناخذ قرار بالسبعة ثمانية عشية. يعني نحن اليوم حاطين عم نتفرج على الأخبار وعم نتفرج على اللي عم بيصير وعم نلاحق الأخبار تنقدر نشوف أمتى منفتح وأمتى منسكر. يعني اليوم كنا مقررين نفتح يعني الليلة، يعني بعد ما صار في شيء وإن شاء الله ما بيصير شيء، طلع بالداون تاون ما بعرف إذا سمعته جهاز لاسلكي قدام إحدى المطاعم على الرصيف، وطوّقوا المنطقة القوى الأمنية وفجروا لها الجهاز. يعني إذا ما في قصف في جهاز، إذا ما في جهاز في قصف تانية. يعني طيب، صار في عندكم أرقام اليوم عن أي منطقة تأثرت أكثر بكل ما يحصل، أو عن نسبة الإقفال اليوم بعد أسبوعين تقريبا من الحرب القاسية على لبنان؟ اليوم إذا بدنا نحكي عن مناطق، اليوم أكثر شيء متضررة بيروت، أكثر شيء متضررة العاصمة. اليوم اللي عم بيصير والضرب اللي عم بيصير كله على بيروت. يعني المناطق أكثر شيء اللي عم تنقصف اللي فيها عالم وكثافة عالم، وهي المدينة هي العاصمة اليوم. أكثرية المحلات اليوم اللي موجودة، المطاعم اللي موجودة ببيروت اليوم ما عم تعرف أنت بدها تفتح، ما عم تعرف أنت بدها تسكر، ما عم تعرف إذا بنضل مسكرين. اليوم أعباء، عم نتحمل أعباء كثيرة. أنت بتعرف اليوم المطاعم فيها مثل ما بيقولوا مصاريف ثابتة، مثل المعاشات، مثل الأجارات، مثل الكهرباء. هولي المصاريف، يعني إن سكرت ولا إن فتحت اليوم هولي المصاريف موجودين عليك وأعباء عليك. بقى اليوم ما عم نعرف نحن شو لازم نعمل. ومثل ما عم قلك، يعني اليوم القرار اللي لازم ناخده ما عم نقدر ناخده، إنه عم جرب نجي نفتح تنقول إنه نحن لا، ما بدنا نسكر، وما بدنا نسكر هالأرميات اللي عنا ياهم، وما بدنا هالموظفين ترجع شغلها، بدنا نرجع نفتح المحلات. بس من تاني ميل بتلاقي إنه اليوم جربت تفتح شوي فجأة صار شيء، وأنت اليوم مسؤولية الموظفين اللي عندك ياهم بمؤسساتك اليوم مسؤولية كبيرة عليك. يعني ما فيك تقول لهم لا ضلكم، وما فيك تقول لهم فلوا بذات الوقت، لأنه بدنا نجرب نضل واقفين. بس الموظفين لسوء الحظ كلهم اللي موجودين معنا بيوتهم بعاد، بيوتهم مش قريبة، بدهم يتنقلوا، بفضلوا يقعدوا مع عيالهم ببيوتهم ولا يتنقلوا. يعني كيف بدي أقول لك، يعني مش عم نعرف شو بدنا نعمل. طيب، بحال ظلت الأمور يعني قائمة على هذا الشكل، قدي ممكن نكون تضاينوا؟ يعني اليوم إذا بتحكي مع كل أصحاب المطاعم كلهم عم بيجتمعوا مع الفريق العمل تبعهم تيشوفوا قدي بيقدر يضاينوا. بس أنا بقدر أقول لك اليوم إنه الشهر اللي مرق دفعنا معاشات، دفعنا اللي علينا. بس هيدا الشهر اللي جاي هلا رح يكون شهر كتير قاسي. إذا قدرنا زمطنا فيه هيدا الشهر، الشهر اللي بعده رح نضطر نسكر هالمحلات ونطفي هالأرميات. يعني شهر شهر ونص كحد أقصى، وتقفل المؤسسات السياحية إذا استمرت الصورة على حالها. مزبوط، بالأماكن اللي هي أكثر خطورة واللي هي أكثر عم تتأذى من الوضع الحالي. اليوم يعني في ناس عم بتسكر هالجمعة الجاي، في ناس عم بتسكر اللي بعدها، في ناس يعني بالتدرج واحد ورا الثاني ورا الثاني. من هلا لشهر شهر ونص بنكون يعطيك العافية. يعني طيب، بدي منك باخر هذه المداخلة صرخة للمعنيين، للمسؤولين بالدولة اللبنانية، شو بتقول لهم اليوم وانت بتمثل اصحاب المطاعم؟ بدنا نقول للدولة اليوم احنا ايد لحالة عم بتزقف، ما حدا موجود معنا ولا حدا موجود حدنا. اليوم نحن اليوم عم نقوم بحالنا، الدولة بالنسبة لنا اليوم منا موجودة، والله يساعد الكل. يعني حتى الدولة ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني اليوم نحن عم يعني بدنا قوة إلهية تقدر اليوم توقف هيدا الوضع المأساوي ونرجع. يعني بعد ما طالعين من انفجار بور بيروت، يعني بعد ما خلصنا منه تنرجع نفوت بحرب كبيرة وخطر، بحرب كبيرة، بحرب على بلدنا وبأشخاص عم تتهجر من الجنوب الله يساعدهم، وعم بيجوا على بيروت. وشو بدي أقول لك، يعني اليوم واحد إذا بيطلع بالسيارة وبيبرم ببيروت
بيشوف شو الوضع. صح، بيشوف الصورة كلها، وحتى بعض الملاهي اليوم اللي تحولت لمراكز عم تستقبل كل من خرج من منزله. بدي أشكرك عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم شريف دومت على هذه المداخلة. نبقى مشاهدين مع الصورة المأساوية في الاقتصاد. استمعنا إلى صرخة أصحاب المطاعم وإلى هذه الصورة المقلقة. قرابة شهر أو شهر ونصف الشهر هي الفترة الزمنية التي يستطيع أصحاب المطاعم الإبقاء على مصالحهم وهي تعمل قبل الوصول إلى الإقفال النهائي. المزيد حول الملف الاقتصادي والحرب مع رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات دكتور علي كمون. دكتور علي، مساء الخير. مساء الخير أستاذ رالف لحضرتك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام. يعني حضرتك عم تحكينا من البقاع، عم نتمنى انك تكون بخير اولا، ونتمنى كل يعني المشاهدين يكونوا كمان بخير مع اشتداد العدوان الاسرائيلي. دكتور علي، بما يتعلق اليوم بالوضع الاقتصادي الصعب اللي كان اصلا بمرحله حساسه قبل اندلاع الحرب والعدوان الصعب منذ اسبوعين تقريبا، كيف فينا نوصف الصوره بما يتعلق بالاقتصاد اللبناني؟ يعني انطلاقا من كلام الاستاذ اللي كان معك بالمداخله عضو مجلس نقابه اصحاب المطاعم اللي عم يتفضل فيه هو صح، لانه نحن بالاساس دوله بتعتمد على السياحه، وبسنه 2024 اعتمدنا انه ممكن يكون في سياح. هذا كان البروفيجن من شهر ايلول 2023. تفاجأنا ب 7 اكتوبر وطوفان الاقصى واجا، وبلشت السياحه تتراجع شيئا فشيئا الى ان حصلنا فقط على 30% ما كنا نتوقعه بسنه 2024. ونحن بسنه 2024 مما زاد الطين بله، يعني نحن لبنان بيعاني من فراغ رئاسي ومؤسساتي، ونحن عندنا حكومه تصريف اعمال عندها صلاحيات محدوده اللي هي بيخلي قدرتها بشكل مبسط على قدر حجم هي صلاحياتها، وعلى التعامل بفعالية مع تداعيات الحرب، وخاصة أنه نحن عنا غياب تام. 2006 كان عنا غياب، كان عنا دعم دولي وأقليمي، كان عنا دعم عربي، أما اليوم نحن عنا غياب للدعم الدولي، عنا غياب للدعم العربي الأقليمي اللي تفضل فيه ضيفك صح. ونحن صارت عنا الأزمات بالتتالي، وخاصة بعد 2019 بس الليرة خسرت 90% من قيمتها، وصار عنا نحن حالات التضخم اللي هي موجودة وقدرة الشرائية اللي تراجعت كثيرا. وشفنا أنه نحن كمان مش بس هيك، القطاع المصرفي اللي هو العمود الفقري اللي بيتعاطى فيه الاقتصاد راح منه 70 مليار دولار خسائر، بلس انخفض الناتج المحلي بأكثر من 70%، وصاروا الناس فوق 82 ل 83% موجودين نحن يعيشون تحت خط الفقر. والأمور بلشت تتفاقم شيئا فشيئا، رأينا أنه بدأ الحرب على لبنان، ونحن أصلا للأسف يعني نحن الحكومة مثل ما قلنا بصلاحياتها ولجنة الطوارئ اللي انعملت من خلال الحكومة شو بتقدر تقدم؟ يعني إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع. فمنلاقي نحن التراجع اللي صاير عنا والقدرة الشرائية اللي صايرة عنا وكل الهزمات اللي صايرة نحن عنا، تفاجأنا أيضا أن الحكومة مررت الموازنة بضرائب 430 ألف مليار، يعني كل الإيرادات اللي هي اعتمدتها على ضرائب إضافية وزيادة بهذه الضرائب لحتى الناس تقدر تسكرها. ونحن نعرف أنه الناس اليوم بطل عندها ثقة موجودة لا بالدولة كيف عم تتصرف ولا بالحكومة شو عم تاخد قرارات. هذا الموضوع تفاقم، وخاصة أنه نحن اليوم يعني عم نشوف نحن في كتير عنا تصعيدات بالحروبات، واللي تفضلته حضرتك صح، نحن اليوم أهل الجنوب راحوا، أنا عبر شاشة الام تي في بدي أقول أنا بدي شد على إيد اللبنانية جميعا اللي طلعوا من انتمائهم السياسي وطلعوا من الكلام اللي ما قلوا طعمه، وقفوا مع بعضهم إيد بإيد، اللي فتحت كنيسة لتستقبل العالم بالمناطق، واللي فتحت بيوتها، واللي فتحوا مثل ما تفضلت حضرتك حتى هلأ شفنا بالنايتات عم تنفتح لحتى تقعد الناس منشان يقدروا يستقبلوا كمية الناس اللبنانية اللي نزحين من الجنوب والبقاع، لأنه بطل في مأمن معين أو ضيعة فيها تكون فيها أمان. طيب، فبتطلع الناس دكتور عم تفرش الأرض يعني لحتى تقعد. يعني للأسف الشديد نحن بواقع الخسارة كبيرة جدا للأسف. وإذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان مثل ما شفنا بال2006 وبلشوا شيئا فشيئا بالتصاعد،
نحن تقدر الخسائر تقريبا بين 14 و15 مليار دولار للدفع، واليوم مين بده يدفع مصاري؟ طيب هون السؤال يعني دكتور، اي متى بتتظهر كلفة هذه الحرب الحقيقية والفعلية؟ هلا نحن بالمبدا الكلفة تتظهر عند نهاية الحرب بالمسح الجغرافي. لا بس لما بتقول 14 مليار دولار على اي اساس؟ على اساس انه نحن عندنا بحد ادنى اللي هي موجودة تعقيبا على حرب 2006، اذا بدها تروح بهيدي النتيجة اللي هي كان عندنا نحن ب 2006 3 مليار دولار هو تدمير البنى التحتية، اليوم على الأكيد نحن بظل هذه الترهلات على الأكيد رح تكون أكثر، لأنه أصلاً موازنات ما عم تتشغل ولا في مشاريع قوانين تنعطى أو مشاريع أعمال تنعطى لحتى تقدر أنت ترمي. اثنين، كان عندنا نحن 1.6 مليار ب 2006 خسائر بالمالية العامة و 2.4 مليار طالت الناتج المحلي. اليوم بظل هيدي الأزمات اللي صايرة والناس عم تعيش فوق 82% تحت خط الفقر، عم نشوف أنه نحن اليوم هيدي الدولة إذا بتجي بتعمل مسح جغرافي بسيط للأراضي الزراعية اللي هي اندثرت وانحرقت كلياً، وإذا بتجي بتشوف الطرقات اللي ضربت، وإذا بتشوف أنت الأبنية اللي عم تنزل على الأرض وما عندها معيل، وبتشوف أنه نحن اليوم بظل هيدي الظروف اللي نحن موجودة والضرائب اللي عم تنفرض على الناس، بظل كل هذا المثل عم نحكي فيه، نحن لا يقل هذا الموضوع لأنه اليوم مش بيعة بس تضررت، أو مثلا إذا بتقول منطقة معينة تضررت، لا، عم بيكون الضرر بشكل كبير وعم بيكون الضرر بشكل واسع دون أنه ينحسب شيء. يعني اليوم في عنا خسائر مباشرة وغير مباشرة للحرب. إذا بتطلع حضرتك، إذا اليوم نحن إذا أي ناتج عم ينشغل فيه وكانت نتيجة خسارته مليار، انت بالمقابل بدك تحط مليار اللي هي غير مباشر لحتى ترجع تعيد هيدا النشاط من اول وجديد، ترجع تامن له سوق توزيعه، سوق توزيعه المقصد اسواق التوزيع، ترجع تامن له من اول وجديد الاورجانيجرام بنشتغل فيها. نحن بهيدي الظروف الهالكه اللي هي موجوده منلاقي انه نحن اليوم عند العدو الاسرائيلي اللي عم يهربوا ويقعدوا بالملاجئ عم يستقبلوهم باحلى مطارح لحتى يعيشوهم بنوع حد أدنى من الكرامة. أما نحن اليوم بتشوف نحن النازح اللي عم بيروح من الجنوب أو من البقاع عم ينزل على مناطق الجبل وعلى مناطق كسروان والمناطق البعيدة، عم تشوف أنه عم بيعيش تحت خط الفقر أصلاً لتلبية الأمود. ولولا السواعد اللبنانية الكريمة الشريفة اللي عم توقف مع أخواتها اللبنانية اليوم تعالين عن كل الأزمات السابقة، نحن ما كنا عم نشوف الناس قادرة تأمن يقوت يومها، لأنه انضرب بيته اليوم وترك بيته وراح بتيابه مثل ما هو من دون ما ياخذ أي شيء، لا مصاري ولا يقدر يعيش، وراح هرب بسيارة بس ومش عارف إذا بيقدر يعبي لها بنزين. تطلع بالمقابل بتلاقي الدولة رئيس الحكومة مع احترامنا لإله بيقول يعني اعذروني لم أقدر أن أقدم أكثر من ذلك. يعني نحن مش المطلوب منا الشعار، نحن المطلوب منا أن تكون الحكومة تقف بشكل مباشر مع الناس، لأنه اليوم إذا بتشوف أنت كل اللي عم تتصرفه من تعميمات مصرف لبنان أنه بتاخد أنت ثلاث مستحقات بشهر واحد ما بيأدي أمنه، خاصة بظل القدرة الشرائية اللي هي نحن اليوم عم تتلاشى شيئا فشيئا. أما بتلاقي بالمرحلة الثانية بتلاقي لا، في عنا نحن كتير أمور عم تتظهر عند الآخر، يعني عند العدو الإسرائيلي، وعم تشوفه عم بيأمنوا له كل احتياجاته. فلذلك ندائي أنا عبر شاشتكم الكريمة أنه نحن اليوم على الصعيد الإقليمي من الضروري تعزيز جهود السلام والتعاون بين الدول، قصدي السلام ما بين الدول العربية ونحن لبنان، والتعاون بين الدول المجاورة لتجنب المزيد من التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية فعالة. وهيك بيكون على المجتمع الدولي كمان يقدم الدعم اللازم لنعمل دعم استقرار المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي من جديد. سؤال أيضا، هل من تخوف اليوم على سعر الصرف يعني بالأزمات تتأثر العملات؟ ماذا عن العملة اللبنانية برأيك في الوقت الراهن؟ نحن للأسف الشديد حكم مصرف لبنان قدر استطاع يخلي الكتلة النقدية 54 ألف مليار، وثبت سعر الصرف تقريباً ما بين 89 و300 89 و700. بس نحن اليوم بظل هيدي الأزمات اللي عم نعيشها، هل يا ترى هناك من يقول أنه اليوم إذا سعر الصرف يقدر يضل 89 و500؟ أكيد لا. نحن اليوم الخوف مش بس من تفلت سعر الصرف، نحن اليوم خوفنا من يكون في عنا حصار موجود على لبنان. هذا الحصار بيؤدي مش إلى انهيار الليرة ككل، بس إلى انعدام الليرة ككل.
لذلك نحن التخوف الكبير أنه نحن بالحل يكون الدبلوماسي اللي يكون هو موجود، والتعويل على رئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بالتواصل مع كل الأطراف أن يقدروا بس ما يأمنونا إلا بس عدم عدم الوجود بشكل مباشر، ويخلونا بس ما يخلوا علينا حصار لحتى نقدر نضل واقفين على إجرينا. والشعب اللبناني شعب جبار، متى ما قدر مباشرة خلصت الحرب رح يرجع يعيد نفسه، رح يرجع مثل ما كانت الأزمة بسنة 21 ل 22 قدر القطاع الخاص في لبنان أنه يعافي حاله وينشل هيدا البلد، لأنه نحن اعتمادنا مش على القطاع العام، على القطاع الخاص، أنه يقدر يعمل ريسايكل من أول وجديد لعمله الاقتصادي لحتى نقدر نضل محافظين على سعر الصرف. والنداء إلى سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، الاتكال عليك، نحن متكلين عليك لحتى نقدر نوصل لنتيجة ونضل محافظين على نفس الكتلة النقدية اللي هي موجودة من خلال إدارتك للمصارف في كيفية الصرف وكيفية تحويل الأموال لحتى نقدر نضل موجودين نحن، وإن شاء الله ما نوصل للائحة الرمادية، لأن نحن حقنا 34 شرط نكون باللائحة الرمادية بعد عنا 6. الاعتماد نحن نكون موجودين على حكمة حاكم مصرف لبنان لحتى نقدر نوصل إلى بر الأمان وما يتفلت سعر الصرف الجديد وما يعانوا اللبنانية الأمرين من جديد. شكرا لك دكتور علي كمو رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات.